ما هو سبب ضعف الإمبراطورية الألمانية؟ هذا هو سبب ضعف الإمبراطورية الألمانية. نحن جميعاً نعلم أن ألمانيا هي أقوى دولة في أوروبا، ولكن عندما نفحص تاريخها نجد أن إمبراطوريتها كانت غير ذات أهمية مقارنة بالدول الأوروبية العظمى الأخرى. فلماذا لم تكن الإمبراطورية الألمانية قوية؟ السبب الأول هو أن ألمانيا دولة جديدة نسبياً. تم توحيد ألمانيا في عام 1866 تحت قيادة أوتو فون بسمارك. الآن وللأسف بالنسبة للألمان كان معظم العالم قد تم استعمارها بالفعل بحلول ستينيات القرن التاسع عشر. ثانياً، كانت الإمبراطورية الألمانية تقع بين قوى أوروبية كبيرة مثل فرنسا وروسيا وبولندا، في أن ألمانيا كانت تركز بشكل أكبر على الصراعات مع الدول الأوروبية، وعانت ألمانيا من صراعات داخلية بين مختلف الولايات والمجموعات الإثنية، مما أضعف وحدتها. وواجهت ألمانيا تحديات اقتصادية مثل الاعتماد على الصادرات، مما جعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.